الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم بناء على إصرار من الطلبة، وقدم هذه المراجعة السريعة لمنحنى إمكانيات الإنتاج Review of Production Possibilities Curve. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. منحنى إمكانيات الإنتاج Production Possibilities Curve. يعرف منحنى إمكانيات الإنتاج بأنه أقصى كمية يمكن أن تنتجها الآلة الاقتصادية، الاقتصاد طبعا مقصود به الآلة الاقتصادية، من السلع بضائع وخدمات، إذا افترضنا بأن هناك حالة من التوظيف الكامل للموارد Full Employment، ما يعني كفاءة الإنتاج، موارد مثبتة Fixed Resources، وتقنية إنتاج ثابتة Constant Technology. طبعا عندما نتحدث عن منحنى فربما يخطر ببالنا أنه من بعدين، لكن هذا المنحنى هو فكرة العامة بأنه يغطي كافة السلع اللي هي البضائع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما. الآن هذا جدول إمكانيات الإنتاج، بيانات افتراضية عن اقتصاد ما. وأنا عندي في هذا الاقتصاد ينتج سلعتين حتى نهون على أنفسنا، أجهزة هواتف ذكية أو قمح، طبعا وقمح يعني هنا هذا وهذا أو هذا أو هذا، والتوليفات التالية هي الممكنة. الآن التوليف ألف، التوليف باء، التوليف جيم، التوليف دال. الآن ألف هي تتكون 100 جهاز هاتف ذكي، لكن عفوا نكمل، باء تتكون من 90 جهاز هاتف ذكي، دال من 50، دا جيم من 50، دال من 90. مقابل هذه اللي هي 100 التوليف ألف هناك صفر. إذا الاقتصادي أو المجتمع اختار أن ينتج 100 وحدة من أجهزة الهواتف الذكية عند التوليف ألف، فينتج صفر وحدة من القمح. مقابل 90 من أجهزة الهواتف الذكية ينتج 40 وحدة قمح، و50 من الأجهزة الذكية مقابل 80. إذن يعني التوليف ألف هي 100 وصفر، التوليف باء 90 و40، التوليف جيم 50 و80، والتوليف دال 90 و100، وأخيرا التوليف ها هي عبارة عن 100 وصفر، 100 من القمح وصفر. لاحظوا لي هنا يعني هذا بالضبط هذه النقطة على المحور العمودي. الآن إذا افترضنا بأن أجهزة الهواتف على المحور العمودي، وهذه النقطة أقصى ما يمكن إنتاجه من القمح على المحور الأفقي، سنبينها بالتمثيل اللاحق بإذن الله. فإن نتذكر بأن لدينا 5 توليفات أو 5 توليفات، ألف باء جيم دال ها، ألف 100 وصفر، 100 من أجهزة الهواتف الذكية وصفر من القمح، باء 90 من الهواتف الذكية و40 من القمح، 50 هنا جيم من الهواتف الذكية و80 من القمح، دال 90 و100 صفر و100 لها. الآن تمثيل بياني على المحور الأفقي، نفرض بأن كمية القمح المنتجة، على المحور العمودي الآن كمية أو أجهزة الهواتف الذكية. الآن هذا منحنى إمكانيات الإنتاج، طبعا النقطة هذه أقصى ما يمكن إنتاجه من أجهزة الهواتف الذكية إذا افترضنا بأن هذا المجتمع أو هذا القرار لم ينتج أي شيء من القمح. فالنقطة ألف هذه التي ذكرناها قبل قليل، وهي عبارة عن 100، فإحداثياتها 0 و100، 0 على المحور الأفقي و100 على المحور العمودي. الآن هذه الإحداثية الآن إذا المجتمع والآلة الاقتصادية التابعة له اختار أن ينتج، يوجه كل الموارد نحو إنتاج القمح، فأقصى ما يمكن إنتاجه على سبيل المثال عند هذه النقطة ها، فهذه تتكون من 100 وصفر، 100 أفقي و0 عمودي. والآن بقية التوليفات التي ذكرناها في الجدول قبل قليل، عند الآن هذه التوليفة التي سميناها باء تتكون من 90 جهاز هاتف و40 وحدة قمح. التوليفة الأخرى اللي هي التوليفة جيم تتكون من 50 جهاز هاتف ذكي و80 وحدة قمح. الآن هذه النقطة هنا التوليفة، هذه التوليفة دال غير ممكنة بالوقت الحاضر، لأن المجتمع أو الاقتصاد لا يملك الموارد المناسبة حتى يصل إلى مستوى إنتاج عالي. لاحظوا لي أنه أبعد أو أعلى من منحنى إمكانيات الإنتاج. هذه النقطة ممكنة
لكن بتدل على انه هناك موارد اقتصادية غير مستخدمة غير موفرة او عاطلة او باطلة عن العمل. التوليفة دال كما ذكرت غير ممكنة بما يملك الاقتصاد من موارد وتقنية انتاج الان، اما التوليفة واو فهي ممكنة لكنها غير كفؤة. هذه النمو الاقتصادي الان ما زلنا نرمز للقمح على المحور الافقي على المحور العمودي اجهزة الهواتف الذكية، وهذا منحنى امكانيات الانتاج. بنلاحظ على انه الان منحنى امكانيات الانتاج المفروض انه هذا يظهر بالاول، لكن اخترنا ان يظهر هذا حتى نبين بان الزياده الان في يعني اذا حدث ما يسمى بنمو اقتصادي فان منحنى امكانيات الانتاج ينتقل الى اليمين. هذه التوليفه الف والتوليفه ها، هنا عندي الان التوليفات الاخرى باء تتكون من 40 و90، عندي الآن التوليفة جيم تتكون من 80 و50. إذا الآن المجتمع لم يعني المفروض أنه لا يختار جيم أو باء، يختار أي شيء بينهما لأنه قادر أن ينتج أكثر بنفس بكمية الموارد التي استخدمها سواء أفقيا أو عموديا. بنلاحظ كيف الآن الامتداد إلى الأفق وإلى الأعلى، وبالتالي الآن يستطيع هذا المجتمع أن يصل أو هذا الاقتصاد أن يصل من جيم أو باء إلى دال بكفاءة إنتاج أعلى. ضروري التوليفة دال تصبح ممكنة مع مزيد من الموارد وتقنية إنتاج أفضل. طبعا التحسن الاقتصادي الآن، التحسن الاقتصادي عندي هذه الصورة السابقة، لكن الآن إذا تغدو التوليفة جيم أو باء أو دال كفؤة مع مزيد من التوظيف وزيادة الموارد. الآن عندي على المحور الأفقي ما زال القمح والأجهزة الهواتف الذكية على المحور العمودي، منحنى إمكانيات إنتاج هنا. إذا صار يعني إذا حدث هناك تطور تقني في هذا الاقتصاد فإن منحنى إمكانيات إنتاج ينتقل بالكامل إلى اليمين، ما يعني بأنه أصبح قادرا على إنتاج كميات أكبر من القمح والأجهزة أو أجهزة الهواتف الذكية بالوقت ذاته. إذن أثر حيادي يؤدي إلى زيادة الإنتاج من أجهزة الهاتف والقمح، هنا بنسميها neutral proportional increase in L and K، بمعنى آخر هنا زيادة متناسبة من الليبر أو والكابيتال طبعا يعني رأس المال والعمالة، رأس المال والعمالة أو العمالة هنا ورأس المال، إذا زادوا بنسبة متساوية تقريبا فينتقل منحنى إمكانيات الإنتاج إلى اليمين، ما يعني بأن المجتمع والاقتصاد أصبح قادر على أن ينتج قمحا أكثر وأجهزة هواتف أكثر. تطور تقني آخر، حالة أخرى، قمح على المحور الأفقي، أجهزة الهواتف الذكية على المحور العمودي، هذا منحنى إمكانيات الإنتاج. الآن الانتقال إلى الأعلى، دعم رأس المال، الآن يعني هناك تركيز على رأس المال في القطاع الصناعي يعمل على زيادة الإنتاج من أجهزة الهاتف، بنسميها Capital Augmenting. كابيتال اوجمنتنج ما يعني لاحظوا لي كيف الان هنا اضيق من هذه المسافه، هذه المسافه بين الاحمر والاسود اضيق من المسافه بين الاحمر والاسود من الاعلى، ما يعني الان هناك تحيز للقطاع الصناعي في هذا التطور التقني. حاله اخرى الان على المحور الافقي ما زال القمح، على المحور العمودي ما زالت الاجهزه الهواتف الذكيه، منحنى امكانيات الانتاج. الان بتلاحظوا لي انه ما يحدث بأن الزيادة أو ما يسمى بالليبر أوغمنتينج، لأن القمح يحتاج إلى عمالة أكثر وبالتالي زاد إنتاج هذا المجتمع من القمح وزيادته قليلة من إنتاج أجهزة الهواتف الذكية. هنا دعم العمالة في القطاع الزراعي يعمل على زيادة الإنتاج من القمح، ليبر أوغمنتينج كما سميتها ليبر أوغمنتينج. حالة تطور تقني آخر، قمح على المحور الأفقي، أجهزة هواتف ذكية على المحور العمودي، هذا منحنى إمكانيات الإنتاج. الآن بنلاحظ على أنه زادت قدرة هذا المجتمع على زيادة القمح فقط وبقيت قدرته على إنتاج الهواتف الذكية عن نفس أو المستوى نفسه السابق. هذا التطور في القطاع الزراعي فقط، هذا التطور في القطاع الزراعي فقط. الآن لدينا الآن هذا المقطع قبل الأخير، على المحور الأفقي ما زال القمح، الهواتف الذكية على المحور العمودي، أجهزة هواتف ذكية كما ذكرت، هذا منحنى إمكانيات الإنتاج، لكن الآن التحيز نحو القطاع الصناعي، بمعنى آخر هذا المجتمع أصبح قادرا على إنتاج
هواتف ذكية أكثر من ذي قبل، وبالتالي بقيت كمية القمح كما هي في السابق، وبالتالي هنا نسميها احنا التطور في القطاع الصناعي فقط. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.